ان شاء الله النهارده هنتكلم عن البي او. اول حاجه خالص البي او ده مش ديزيز, ده عباره عن سيمتوم. تمام. ليها كذا ديفرنشال دياجنوز, ليها ديزيز كتير خالص بتعملها. اول حاجه خالص هنتكلم عنها الديفينيشن, بعد كده هنتكلم عن الكلاسيفيكيشن وعن الايتيولوجي وابروتش تو ذا بيشنت, وهنتكلم على في تكنيكس جديده في الانفستيجيشن, وهنتكلم في اخر حاجه خالص عن المانجمنت. اول حاجه خالص الديفينيشن بتاع البي او. البي او اول ديفينيشن ليها كان سنه 1961, كان وقتها ديفيد باي بيتر سيدروف اند بيسون, وكان معناه كان الديفينيشن وقتها ان هو بيقول ان هو فيبرايل إلنس اكتر من 3 اسابيع وذ فيفر اوف مور ذان 38.3 اون سيفرال اوكيجنز, ماشي, والدياجنوز انسرتن ديسبايت 1 ويك اوف ان بيشنت ايفالويشن. بعد كده في 1991 كان حصل له موديفيكيشن وقتها, واضافوا للديفينيشن ده ان هو لازم 3 اوت بيشنت فيزيتس او 3 دايز اوف ان هوسبيتال انفستيجيشن قبل ما نقول ان ده بي او. وقسموا البي او لاربعه كلاسيفيكيشن: كلاسيكال ونوزوكوميال ونيتروبينيك وهيومن اميونو ديفيشنسي فيروس اسوشيتد. حاضر. اخر ديفينيشن للبي او كان ان هو الفيفر 38.3 فما فوق اون سيفرال اوكيجنز, الالنس ديوريشن اكتر من 3 اسابيع, وابسنس اوف اميونو كومبرمايزد كونديشن, العيان لازم يكون اميونو كومبتنت, ولازم يكون الدياجنوزس ريمين انسرتين افتر سيرا هيستوري تيكينج وفيزيكال اكزامينشن اند اوبليجاتوري انفستيجيشن. الانفستيجيشن دي بتشمل فول بلاد كاونت وديفرنشال سيل كاونت والكترولايت ورينال اند ليفر فانكشن تيست وسي ار بي واي اس ار وكلوتينج سكرين, ومعاهم برده بلاد كلتشر. اهم ثلاث بلاد كلتشر بيتاخدوا في وقت الفيبرايل إلنس اثناء الفيفر يعني, وبيكون ما بينهم سيفرال اورز. الايتيولوجي كان متقسم لخمس مجموعات, اولهم الانفكشن, بعد كده النيوبليزيا, بعد كده انفلاماتوري, بعد كده الميسلينياس, بعد كده انديجنوزد. بيختلف الفريكوانس بتاعها بتاع الدياجنوزس اكوردنج للجيوغرافيك ريجون اند الايج اوف ذا بيشنت. دي كانت استادي كانت 12/2023 بتقول ان هو الانفكشن كانت في 21 دوله, كان اللي هو اكتر سبب للبي او كان الانفكشن تقريبا 50% او اكتر من 50%, بعدها كان اندياجنوز, بعد كده النيوبلازم, بعد كده الكولاجين فاسكولار ديزيز, واخر حاجه الميستيلينوس. ده جدول بيقول فيه اللي هو يعني كل حاجه مثلا في منها ايه, يعني مثلا الانفكشوس ديزيز في حاجه منها كومن وفي حاجات منها ان كومن. الكومن زي اشهره اكتر حاجه كومن فيها اللي هو التي بي ومينلي اكسترا بالمونري, الاندوكاردايتس كلتشر نيجاتيف, ايبشتاين بار فيروس, سيتوميجالو. بالنسبه للنيوبلازم كان عندي هيماتولوجيكال ونون هيماتولوجيكال. تمام. النيوبلاستيك ديزيز زي عندنا حاجات الهيماتولوجيكال زي الليمفوما واللوكيميا, عندنا سوليد اورجان زي تيومر زي الرينال سيل كارسينوما والميلانوما. تمام. بعد كده عندنا حاجات الانفلاماتوري زي ادلت اونست ستيل ديزيز وسيستميك لوبس ريسماتوزس وبولميالجيا روماتيكا وتيمبورال ارترايتس وانفلاماتوري بول ديزيز. عندنا حاجات برضو لو العيان اللي هو ريتيرن ترافلرز, عندي الملاريا والدينج, عندي حاجات الميسلينياس اشهرهم اللي هم الميديكيشن اللي هي دراج فيفر, بعد كده عندي كرونيك بلمونري امبوليزم, عندي هايبر ثايرويديزم, عندي هيماتوما اللي هي انفكتد هيماتوما. بعد كده بما ان الانفكشن هو اكتر هو ليدنج كوز بتاعه للبي او, فكان بالنسبه بنقسمها للديفلوبينج والديفلوبد كونتريز. بالنسبه للديفلوبينج كونتريز كان اكتر حاجه اليورين تراكت انفكشن والبروسيلوزيس والتوبركلوزيس والتيفويد. الموست كومن انفكشن في ديفلوبد كونتريز كان اليورين تراكت انفكشن والاوستيومالايتس والتوبركلوزيس والبارتونيلوزيس. كان في حالات بيبقى يعني بيبقى تيبيكال برزنتيشن لحاجات لديزيز معينه, زي مثلا ان هي كان في حاله هو في كذا حاله, بس دي حاله نشرت 2020 اللي كانت في ميل بيشنت كانت بتشتكي من بي او من شهر. البيشنت دي عملت كل الانفستيجيشنز ما وصلتش دياجنوز, كان بس فيها رايت هيباتيك هيمانجيوما كانت لارج. البيشنت دي فجاه حصل لها ان الهيموجلوبين بتاعها كان 12 بقى 9, فعملوا تاني انفستيجيشن لقوا ان هي الهيمانجيوما دي كان فيها اكتف بليدنج وكان كان فيها ثرومبوزس,
فعملوا لها هيباتيك رايت سلو هيباتيكتومي. بعد كده البيشنت البي او بتاعتها حصل لها سبونتينس ريزوليوشن يعني بعد ما عملت الهيباتيكتومي. هم قالوا ان غالبا كان برضو كان في برضو كان نفس كان نفس الكلام. كان في ميل بيشنت 29 سنه كان 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 المين كوبيل بتاعته بي او وكان معاها كان معاه انترميتنت باوتس اوف دايريا. كانت معاه برضو في سكن راش. اتعمل له كل الانفستيجيشن. اخر حاجه اتعملت له كولونوسكوبي واتاخد منه بايوبسي طلع ان هو دايجنوزد ان هو كرونز ديزيز. العيان بعد ما اخد الانفيكسيماب حصل له برضو نفس الكلام ان الفيفر حصل لها ريزوليوشن. ده الابروتش بتاع البي او. ده دي بالنسبه دي الابروتش بتاعه البي او. دي موجوده في هارسون نازله في 20th اديشن في 2018. كان اول حاجه خالص زي ما قلنا ان احنا لازم يكون العيان عنده فيفر اكتر من 38.3 اكتر من 3 اسابيع زي ما قلنا, وان يكون العيان اميونو كومبتنت. اهم حاجه عندي هيستوري وفيزيكال اكزامينشن. بعد كده لو العيان ده بياخد اي انتبيوتيك هنوقفه, بياخد ستيرويد هنوقفه. بعد كده هنعمل اوبليجاتوري انفستيجيشنز اللي هم الاي اس ار والسي ار بي هيموجلوبين بريتلت كاونت وريكوسايت اللي هي السي بي سي والديفرنشال كيدني فانكشن زي ما قلناهم ليفر فانكشن. برضو هنا اعرف يورين اناليسيز وبلاد كلتشر ثلاثة بلاد كلتشر يورين اناليسيز يورين كلتشر تشيست اكس راي وسونار وتيبركلين تيست. بعد كده ونعمل اكسكلوجن ان بيحصل مانيبيوليشن في الترمومتر ونوقف اي ميديكيشن العيان بياخدها عشان اكسكلود ان ده دراج فيفر. وقتها بقى هيظهر عندي حاجه من الاثنين كده. وقتها احنا في الوقت ده احنا شخصنا ان ده بي او. بعد كل ده ما وصلناش تشخيص ده بي او. لو كله طلع نيجاتيف تمام. فهيظهر بعد كده ادور على حاجه اسمها بي دي سي اللي هو بوتنشال دايجنوستيك كلو. تمام. البوتنشال دايجنوستيك كلو ده هو اللي هيمشيني في اي اتجاه. انا همشي في اي اتجاه, انا شاكك في ايه. عملت الاول كل الحاجات الاولانيه دي اللي هو انا شخصت ان العيان عنده فيفر اكتر من 38.3 اكتر من 3 اسابيع والعيان اميون كومبتنت. هاخد هيستوري كويس, هعمل اكزامينشن. بعد كده هوقف لو العيان بياخد انتيبيوتيك بياخد ستيرويد هوقفهم. تمام. بعد كده هعمل اوبليجاتوري انفستيجيشن احنا قلنا عليهم. طيب كل ده نيجاتيف وهوقف اي ميديكيشن العيان بياخده عشان اتاكد ان ده مش دراج فيفر او دراج انديوز. يعني كل ده ما وصلش دايجنوزس كده. دي كده حاله بي او. فهدور على حاجه اسمها بوتنشال دايجنوستيك كلو اللي هو البي دي سي بالظبط. في ويت لوس مثلا, فانا افكر في سكه النيوبليزيا او كده. العيان في مثلا جوينت بين افكر في حاجات الروماتولوجي. فهو دلوقتي عندي بوتنشال دايجنوستيك كلو. انا همشي بقى في سكه ايه؟ انا هعمل انفستيجيشن للحاجه اللي انا شاكه فيها. ماشي. شاكه في نيوبلازم همشي في سكه النيوبليزيا هعمل الانفستيجيشن بتاعته. وصلت الدايجنوزس تمام. ما وصلتش دايجنوزس وقتها هرجع تاني كانها زي لو مفيش عندي بوتنشال دايجنوستيك كلو. حلو ماشي. هعمل كرايوبيلين وهعمل فندوسكوبي. تمام. تمام. بعد كده ما وصلتش برده الدايجنوزس هعمل حاجه اسمها كلورو ديوكسي جلوكوز. ماشي. هو بيتي بيتي. تمام. او لو مش موجود هعمل حاجه اسمها ليكوسايت سنتيجرافي او جاليوم سكان. وصلت. بيشخص ايه؟ بيشخص لو في حاجه انفلاماتوري او لو في حاجه انفكشنس او لو في حاجه مالجنس. لا بيشخص. هنقول السايد افكت اللي انا هدور فيه. شخص حاجه همشي وراها. شخص حاجه. لو ما شخصش حاجه هدور برضه تاني هعمل فيرزا تاني انفستيجيشن تانيه. لو عيان اكتر من 55 سنه ممكن اعمل تمبرال ارتري بايوبسي او اعمل تشيست او سي تي تشيست او ابدومنال سي تي. تمام. وصلت تمام. ما وصلتش اكوردنج بقى هل العيان ده حالته ستيبل ولا ديتيريوريتد. العيان ده ستيبل نعمل كور اب تاني بالظبط كده. نعمل اكزامينشن تاني ونستنى لغايه ما الظاهره تبقى ظاهره. تمام. العيال اللي اديت ريليتد فانا لا هبدا امبيريكال تريتمنت سواء الانتيبيوتيك مثلا لو انا شاكه مثلا في لو عندي مثلا نيكروبينيك عيان اميون كومبرومايزد شاكه في تي بي هبدا انتي تيبول بلس شاكه ان هو حاجه كولاجين هبدا ستيرويد. احنا قلنا اهم خطوه ان احنا نوصل اللي هو للبي دي سي اللي هو البوتنشال دايجنوستيك كلو ذات ويل بوينت توورد دايجنوزس. عندنا امثله البوتنشال دايجنوستيك كلو. عندنا مثلا قلنا زي ما قلنا ويت لوس يبقى هفكر في حاجه ممكن حاجه نيوبلازم او تي بي او بروسيلوزيس. درينشنج نايت سويتس هفكر في حاجات الميتولوجيكال مالجنسي حاجات التي بي جوينت بين. درينشنج سويت احط معاك البروسيلا بس لو في يونيلاترال ريترو اوربيتال هيديك او جوكلوديكيشن هفكر في ان هو في جوينت سيل ارترايتس. العيان بياخد ستيرويد او عامل سيرجري او في مراكتب بروسيتيك ماتيريال هفكر في اوكال تابسس. هيستوري اوف سموكينج افكر في مالجنسي. العيان برولونجد اموبيليتي افكر في او عيانه بتاخد اورال كونتراسبتيف بيلز افكر في ثرومبو امبوليك ديزيز.
عيان لو بياخد ريسنت ميديكيشن هفكر لو هو ممكن تكون ده دراج فيفر. بعد كده بالنسبه لي برضو هتكلم تاني عن الهيستوري. في حاجه، في حاجات في الهيستوري لازم نركز عليها، لان الهيستوري هو الاساس اللي هيوصلني للدياجنوزس بتاع البي او. اول حاجه خالص ان انا لازم اعمل تايم لاين لاي سيمتوم موجوده مع العيان. هشوف لو في اي برايور انفكشن مالجنسي، او لو في اي ميديكال مانجمنت بيعمل العيان. لو العيان ده عمل اي عمليه قبل كده، حصل له كومبليكيشن، هل هو حاطط فورين ماتيريال، لو العيان بياخد اي كورنت ميديكيشن زي ما قلنا، كومبليت سوشيال هيستوري انكلودنج الانفايرمنتال والاوكيوبيشنال، لان في حاجه طبعا زي ما عارفين في امراض كلها ليها علاقه بالاوكيوبيشنال، زي مثلا لو حد مثلا شغال في معمل او بيطري او كده ممكن ياخد بروسيلوزيس. تمام. عندنا برده لو في سيكشوال، لو في دايتري، لو ممكن يكون اصلا فود الرجي، لو في انيمال كونتاكت، لو في ترافل اكسبوجر، الفاميلي هيستوري مهم، لو في انهيرتد مالجنسي، لو في انفيرماتوري ديس اوردرز. الفيزيكال اكزامينشن اهم حاجه اتاكد ان اصلا العيان فيبرش، لان اغلب العيانين بيجي يقول لك انا سخن، وبتتابع الحراره بتلاقي العيان اصلا مش فيبرش. اولا احنا بنقيس الحراره بنفسنا وبنقيسها في اكتر من مكان، هنقارنهم ببعض عشان نتاكد ان العيان ده مش فاكتيشيس فيبر. بشوف الهارت ريت، لو العيان ده فيبرت البراديكارديا افكر يا اما ملاريا يا اما تايفويد، يا اما ممكن يكون دراج برده، دراج فيبر او حاجه سي ان اس. هعمل انسبكشن للاي. تمام. هنعمل بالبيشر للساينسز والتمبورال ارتري ارتريز، ونعمل اكزاميشن للاوروفارينكس عشان ممكن يكون في ألسر، اكزاميشن برده للثايرويد، نسمع الهارت عشان لو في نيو ميرمر، اكزاميشن للابدومن هندور لو في هيباتوميجالي، في سبلينوميجالي، او لو في اي ابدومنال ماسز. الجينيتال يورينري اكزاميشن والريكتال اكزاميشن مهم عشان ندور لو في ألسراتيف ليجنز، لو في بري انال ابسس. مهم جدا نعمل اكزاميشن للسكين والجوينت وكل الليمف نودز. ده بالنسبه للاكزاميشن. الدياجنوزس احنا قلناهم ان هم حاجات البيزك، مش هنقولهم تاني خلاص. ماشي. زي ما قلنا ان هو يعني اتليست عندنا ثلاثه بلاد كلتشر لازم تبقى اوبتين، العين يكون موقف الانتي بايوتيك، ولازم تكون اثناء الفبراير الابيسود. الايمجنج عندنا برضو حاجات اللي هي البيزك زي الاكس راي والابدومين الترا ساوند، وبعد كده عندنا السي تي شيست وابدومين وبلفز، عندنا ايكو، عندنا حاجات النيوكلير ميديسن. دي بقى حاجات الريسنت اللي حاجات النيوكلير ميديسن ستاديز اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي، عن اللي هي الفلوروديوكسي جلوكوز اللي هو البي سي تي. ده دلوقتي يعني هو في كذا ستادي ليه اصلا، ان هو يعني من ضمن الريسنت انفستيجيشن للبي او، وان هو بيساعدنا ان احنا نعمل يعني نوصل لسبب بدري عشان يعني نتجنب ان احنا نستخدم انتي بايوتيك والبرولونجد هوسبيتال ستاي للعيان. هو العيان بيتحقن اللي هو الفلويد اوكسي جلوكوز ده 18 اف، وبعد كده بيتاخد له ليه كذا سيريال اكس راي، وفي معاها سي تي. يعني هو ممكن يا اما بيت سكان بس، يا اما بيت سي تي، الاثنين بيتاخد معاها افلام سي تي. هو اصلا الميكانيزم بتاعه ان هو المفروض ان هو حاجات الانفلاميشن او الانفكشن او المالجنسي بتبقى ميتابوليكالي اكتف، فبيحصل فيها ان بتعمل جلوكوز، تاخد الجلوكوز وتعمله جلايكولايسيس. تمام. فهو بيروح في المكان ده، بيروح في اكيميليت في التشر اللي موجود فيها هاي جلايكولايسيس ريت. في حاجات فيسيولوجيكال ابتيك، الهارت والبرين والرونال بلادر والكيدنيز، دي صوره هي النورمال، والباول برضو دي طبيعي. في حاجات تانية بقى لو ظهر في مكان تاني وده ابنورمال لو حصل ابتيك في مكان تاني. عندنا بعد كده في حاجات تانية، احنا ده كان اللي هو الايمجنج، وبعد كده عندنا حاجات ديجنوستيك بروسيجر، بس دي بقى بعد كده عندنا اللي هو البروسيجر اللي ممكن تعمل زي التشو بايوبسي. اي بايوبسي بتتاخد لازم يتعمل لها كلتشر للبكتيريا ومايكوبكتيريال وفنجر انفكشن، بالاضافه للباثولوجي طبعا. عندنا بقى دلوقتي في حاجه في الانفستيجيشن برده جديده، حاجه اسمها مالتيبلكس بي سي ار. مالتيبلكس بي سي ار ده بيعمل ديتكشن لمالتيبل اورجانيزم عن طريق تيست واحد بس، سنجل ريأكشن. ده اللي موجود عندنا بس كده. عندنا منه نوعين، عندنا اللي هو الجهاز بتاع السيمنز. تمام. ده تقريبا من 500 ل 1000. تمام. العينه 500 ل 1000. اه كويس. تمام. هو ده ليه كذا بانل، يعني ليه مثلا في ريسبيراتوري بانل، كل بانل فيهم يعني بتدور على الباثوجينز اللي بتعمل الديز في المكان ده. تمام. بس ده مش بيديتكت ولا شغال من عندي. في حاجه بقى اسمها بايو فاير، ده احدث من اللي هو الجهاز الثاني. ده بقى البانل الواحده فيه ب 4.5 او 3.5 معانا البلاد ب 5000. بالاضافه بقى انه بيعمل ان هو بيشوف لو في ريزيستنس جين،
يعني اعرف مثلا ان الباثوجين ده موجود موجود ايه الايه المايكرو اورجانيزم ده بي سي ار بي سي ار ده بقى بيظهر خلال ساعه هو عندنا هنا 19 في هو في عندنا كذا بانل في ريسبيراتوري ابر ريسبيراتوري ولور وفي بلاد كلتشر دي بتاخد عينه من البلاد وتعمل لها كلتشر لا مفيش ستول لا في جاسترو ممكن ستول اللي هو جاسترون ستاينر اسمها بني هو الموجود لا وموجود السي ان اس موجود كلهم ما عدا الجوينت بس مش موجوده هي مش موجوده بس الجوينت تمام دي اللي هي اكزامبل البانل بتاعه بتشوف ايه الجرام نيجاتيف جرام بوزيتيف خلاص خلصنا مفيش حاجه فيه بس دي بيبرز 12 2023 عن يعني عن الميتاجينوميك اللي هي بتاع اللي هي المالتيبلكس بي سي ار يعني والموليكولار ايمجينج اهميتها في الدياجنوز بتاع البي او المانجمنت احنا قلنا المانجمنت هو هيبقى حاجات سبورتيف تمام واكوردنج بعد كده للدياجنوزس الانتي ميكروبيال ثيرابي بندي امبيريكال في حالات معينه زي مثلا لو العيان حصل له كلينيكال ديتيريوريشن العيان سيفيرلي ايمونو كومبرومايزد زي مثلا عيان نيتروبينيك عيان عامل سوليد اورجان او هيماتوبايوتيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن عيان ادفانسد ايدز عيان سسبكتد ان هو ديسيمينيتد تي في عيان سسبكتد كلتشر نيجاتيف اندوكاردايتس ده مش هستنى لما اتاكد من الدياجنوز انا هبدا امبيريكال انتيبايوتيك فيه برضو ممكن نبدا امبيريكال برضو ستيرويد او اميونو سبريشن لو انا شاكك ان العيان ده حاجه روماتيك ديس اوردرز خصوصا لو العيان ده يعني كويري تمبرال ارترايتس التيك هوم مسجز بتاعتنا ان احنا ديسبايت بروسينج نيو تكنولوجيز ديتيلد اند ريبيتد هيستوري كلينيكال اكزامينشن والبيز لاين انفستيجيشن ستيل ريمين ذا موست امبورتنت ستيب تو سيرش ا ديفينيتيف دايجنوستس it's highly important to look for uncommon manifestation of a common disease rather than common manifestation of uncommon disease. Thank you.